حياكم الله مشاهدينا، يسرنا طبعا ان نلتقي الدكتور عصام الربيعان العميد المساعد للتخطيط والابحاث والمختبرات بكليه العلوم الاداريه بجامعه الكويت، واكيد راح نتكلم اكثر حول هذا الموضوع ولكن بعد هذا التقرير. حياكم الله من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، ورحب بضيفنا الدكتور عصام الربيعان العميد المساعد للتخطيط والابحاث والمختبرات بكليه العلوم الاداريه بجامعه الكويت. حياك الله معنا دكتور، وشكرا لقبول هذه الدعوه. وفي البداية ودنا تكلمنا عن يوم الملصق العلمي للكليات. شكرا أخوي عيد، مساء الخير. مساء الخير السادة المشاهدين. يوم الملصق العلمي في الكليات في جامعة الكويت هو احتفالية تقيمها جامعة الكويت لعرض نتائج الأبحاث اللي يقومون فيها الأساتذة، وتقيمها على مرحلتين، الكليات الإنسانية يوم والكليات العلمية يوم آخر، فيتم فيها عرض جميع نتائج الأبحاث في كل سنة تمت منها من أساتذة الكلية. جميل. هو راح يكون في كلية العلوم الإدارية. نعم. هي المستضيفة الحدث هذا. طيب المشاركين. المشاركين في يوم الملصق العلمي هم أساتذة الكليات. واحد الفئة الأولى. الفئة الثانية الهيئة الأكاديمية المساندة، نسميهم عاد اصطلاحا المعيدين. والسنة هذه فخورين أن شاركونا طلبتنا من طلبة الدراسات العليا بإشراف أساتذتهم، وتسع مشاركات تقريبا من أصل 41 على مستوى كلية العلوم الإدارية، وأيضا على مستوى الكليات الثانية عدد أكبر. فهذه الفئات الثالثة. أحيانا يشاركنا بعض الباحثين من بعض المؤسسات البحثية مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية. نعم. إذا كان في حكم التخصص. نعم. دكتور عصام، نوعية الأبحاث المقدمة شنو مجالاتها، وهل يتم تحديدها أو تحديد المجالات المفتوحة الخاصة فيها من خلال هذا الاحتفال يوم الملصق العلمي؟ الأبحاث أول شيء تمثل تخصصات الأساتذة، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، الإعلام، كلية الآداب، التربية والشريعة. نعم. مجالاتها عادة الأبحاث تكون مجالين، إما يكون تطوير في المعرفة وتطوير في البحث العلمي، أو تطوير في تقديم حلول للمجتمع. فعصارة الفكر الأساتذة والباحثين أنهم يقدمون حلول عملية للمجتمع الكويتي. دكتور، هل ممكن يكون أو أنه يعني أبحاث سابقة تشارك؟ هي عادة يوم الملصق العلمي يمثل السنة الحالية أو السنة الماضية. نعم. فعادة الأبحاث السابقة إلى ما قبل السنة الماضية تكون خذت حقها في اليوم الملصق الجامعي السابق. بس هذه عادة تتاح للسنتين هذولي، وعادة يكون يتطلب أن الأستاذ على الأقل قدم نتائج البحث. يعني كنوع من أنواع مثلا التجديد. بالضبط. ويعني بالضبط. خلق الفرص. بالضبط، خلق الفرص. دكتور عصام، يوم الملصق العلمي هو فيه طبعا تقديم أبحاث وتخصصات خاصة طبعا المقدمين له، شنو يمثل أهميته بالنسبة لكم وأيضا للدكاترة والمشاركين فيه؟ أنا أشكركم على إثارة السؤال هذا، لأن دائما هناك يعني فكرة عامة لما تقول أستاذ جامعي معناتها يدرس. المجتمع يعرف الدكتور أنه والله يدرس وعنده طلبة ومقررات دراسية. بس البحث العلمي عادة أبحاث تنشر في مجلات تخصصية ما يطلع عليها إلا المتخصصين. صح. يوم الملصق العلمي هذا فرصة لإبراز أن عضو هيئة التدريس أستاذ الجامعي يدرس ويبحث، يقدم حلول علمية لمشاكل المجتمع. نعم. طيب دكتور، آلية تقديم أو آلية استقبال نقدر نقول الأبحاث كيف يتم؟ عادة قطاع الأبحاث في جامعة الكويت يحدد الفترة لتقديم هذه الأبحاث. يتم تعبئة نموذج تقديم البحث على الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث، ويستوفى الشكل المطلوب والنقاط المطلوبة في البحث، ويكون في موعد محدد. بعد نهاية الموعد المحدد هذا في لجنة تراجع الأبحاث عادة مدى صلاحيتها، مدى انطباقها للشروط. إذا انطبقت فعلى طول تنزل في يوم الملصق العلمي.
احنا طبعا شهادتنا مجروحه في الدكتور عصام لان كنا طلبه عند الدكتور عصام وكنا نقدم هذه الابحاث وبعض الابحاث البسيطه البرزنتيشن، فشهادتنا فيك ان شاء الله مجروحه وعلى راسنا دائما، انت استاذنا ومعلمنا. ولكن زميلتي مشان انت هاتي اي ولا ما اخذتي اي؟ خذيت اي الحمد لله. عطاني الدكتور اي. انا توني انتم سبقتوني بصراحه، ادائكم من ايام الدراسه كان متميز، كان ينبه ان ان شاء الله مستقبل باهر وانكم راح تبوغون مواقع في الدوله تمثل دوله الكويت والمواقع المهمة مثل تلفزيون اثنينكم. للأمانة كان أداءكم متميز والحمد لله اللي الله بلغنا وشفنا هذا. بس إذا حد سألكم قولوا داكسين معه. لا تكسره والأمانة ترى ما قال الله يخليكم. ودائما تشجع على البحث العلمي، الطريقة الصحيحة في البحث العلمي، فنفخر فيك يعني. دائما المعلم هو على رأسنا. الله يخليك. يعني ونشوفك إن شاء الله في أعلى المناصب. الله يخليك. نفخر الأمانة لما نشوف والطالب هو اللي يعني يحاول. لا انت زملاء وقياديين اليوم في الجهاز الاعلامي، عسى الله يوفقكم ان شاء الله. نعم نعم. يعني ما يعني اذكر الرهبه عيد لما كنا نقدم برزنتيشن. أيه. فيعني تقريب، بس تدري ان البرزنتيشن دكتور هو اللي يعني اعطانا ثقه بالنفس. يعني يخلق شخصيه ثانيه. اتمنى يكون لي فرصه استضيفكم بالمحاضره توصلون هالرساله للطلبه وطالبات الجامعه. يا ريت. في البدايه البرزنتيشن يخوف الطلبه يعني، خاصه مواجهه الجمهور. صحيح. ولكن مع مواجهه الجمهور هذه حق يعني فرص المستقبليه، تعلمك ان شاء الله في المستقبل، تغير من افكارك، شلون تواجه جمهورك فيما بعد في الوظيفه، في اي مكان تواجه، فانت عندك يعني تجربه جميلة جدا مع دكتورك أو حتى في موادك السابقة من خلال مواجهتك. نعم. عيد أنا ودي أسأل بس الدكتور سؤال. طبعا. بالنسبة حق الأبحاث. أيه. دكتور أنت قلت أن في شروط معينة. نعم. شنو الشروط هذه؟ وعلى أي أساس يعني يتم اختيارهم؟ بالضبط. الشروط عادة أن يكون النشر موافق لشروط النشر البحث العلمي، بمعنى تكون فكرة البحث أصيلة مو منقولة، تكون فكرة البحث تخدم التخصص نفسه، مراعي فيها شروط النشر البحث العلمي، تحديد الفكرة، وسائل القياس، النتائج. إذا أظهرت أظهر الباحث نتائج البحث فيكون مؤهل للنشر أو المشاركة في يوم الملصق الجامعي. في البعض ممكن يسأل المشاهد، هل هناك جوائز خاصة في البحث العلمي في يوم الملصق العلمي؟ السنة هذه خصصت الجامعة جائزة، ثلاث جوائز على مستوى كل كلية، شهادات تقديرية وجوائز عينية على مستوى كل كلية، بالنسبة لفئة الأساتذة وفئة الهيئة الأكاديمية المساندة وفئة طلبة الدراسات العليا. طيب دكتور المواضيع؟ بالنسبة لمواضيع الأبحاث تعكس تخصصات واهتمامات الباحث. فأنا إذا مثلا تخصصي إعلام فراح أركز على القضايا البحثية اللي تخدم الجانب الإعلامي. كل التخصصات متاحة في كل التخصصات. إحنا خمس كليات الآن مشاركة: العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية، الآداب، التربية والشريعة. اسمح لي اقول لك معلمي ودكتور، يعطيك الصحه والعافيه وشكرا على قبول هذه الدعوه دكتور عصام من خلال برنامج مساء الخير الكويت، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله في يوم الملصق العلمي. فرصه طيبه. مشكور. ان شاء الله راح يكون يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الساعه 9:30 صباحا في كليه العلوم الاداريه. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا مشاعر. اذا اعزائي فاصل ونرجع، خليكم معنا.